بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله على بركة الله جبت لكم سلطة صيفية، سلطة الماسدوان أو سلطة خضار بالمايونيز. وصفة سهلة وسريعة وما تاخذش منكم بزاف الوقت، توكلوا على الله حبيباتي. وبسم الله قبل ما ننسى ونبدأ بالصلاة والسلام على حبيب الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا حبيباتي عندي خضار، عندي زوج حبات بطاطا، زوج حبات جزر، وحبه نتاع كورجات كوسا، وكميه من الجلبانه بازيلاء يكونوا كامل مقطعين بطاي واحده، يعني مكعبات صغيره شويه فقط اكثر من الجلبانه كما راكم تشوفوا. وهنا اللي ما يحبش الكورجات يوكلها لوليداته، ما تبانش كامل في هذه الوصفه، راح تجيكم بزاف بنينه وما تبانش في السلطه هذه. ندير الملح للخضار تاعي ونطيبها على البخار، ثم نوجد الصلصة تاعي. عندي 4 ملاعق تاع مايونيز، ملعقة زيت، وهنا ما درتش الملح لأني ملحت الخضار تاعي، ونخلط. وهنا اللي حبي يدير الخل يزيد الخل، أنا المايونيز تاعي فيها خل ما حبيتش نضيف. خليت هنايا السلطة تاعي بردت تماما تماما، يعني ولات باردة مليح. ضفت لها المايونيز وخلطها مليح، ونحطها في الثلاجة حتى الوقت الاستعمال أو وقت الأكل. هنا عندي سلطة كما راكم تشوفوا، نسي نكسرها هنا باش نحط فوقها الماسدوان تاعي بلا ما تتزعزع. نجيب اون بورت بياس، أي شكل اللي تحبوه. أنا استعملت هذا أوفال لأنه يتناسب مع السلطة، ممكن تستعملوا دائري او الشكل اللي تحبوه. ونغص فيه السلطة الماسدوان تاعي او سلطة الخضار، وهكذا حتى نكمل كامل السلطة تاعي. هنا ممكن تضيفوا خضار ثانية اذا تحبوا، يعني تجي سلطة بنينة بزاف حبيباتي. وهنا ممكن اللي ما يحبش مايونيز يدير زيت فقط مع الملح وخل، راح تكون اكثر صحيه اكثر من مايونيز. وهكذا نكمل حتى نكمل كامل السلطه تاعي. نزينها بحبه زيتون وقطع من الطماطم، وتجيكم سلطه بنينه. حطوها في الثلاجه حتى الوقت الاستعمال والوقت اللي تاكلوها فيه، تاكلوها بصحه ولهنا حبيباتي. نقولكم احبكم في الله، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جايه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.